المسقعه بتاعتنا او البتنجان اللي على الطريقه اليونانيه عباره عن ايه؟ عباره عن بتنجان متقطع بالطول كده ومقلي، وبطاطس برضو شيبسي مقليه بس بنتخنها سنه صغيره غير الشيبسي، يعني غير مثلا شيبسي بتاع امبارح. خلاص معانا لحمه مفرومه، معانا بصل ابيض، جبنه بارميجان او رومي المتوفره، طماطم مفرومه، عصير عنب، معانا زعتر وبصل اخضر، سكر بني، بقسماط، مشروم، زبده، وكمان ريحان. اوكي نحط بس اللحمه كده ونحط وراها البصل على طول، بصل الابيض، ملح، فلفل اسود، خلاص زبده، وهغطيها واسيبها تستوي براحتها. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هنعمل البشاميل بتاعنا، وانا صممت ان انا اعملها عشان انتوا كذا حد بصراحه بيكلمني يسالني على طريقه البشاميل، فانا قلت هعمله. طريقه البشاميل اللي هنا عباره عن زبده، دقيق، لبن، وهنحط كمان مكعبات من المرقه. طيب هنحط الزبده كده وراها الدقيق على طول كده اهو، ونقلب نقلب لحد ما احس ان الدقيق بقى لونه بيج غامق واستوى مع الزبده. الزبده ساحت واستوى. طيب ابتدي هنا بقى احط اللبن، ماشي، بس وابتدي اقلب بقى لحد ما ايه اللي يحصل، ما الدقيق يتقل ويستوي معانا. نقلب كده، هو اصلا مش هياخد وقت لان اصلا انا كنت مسخنه دي كويس قوي. يعني بصوا ابتدى يتقل، هبتدي احط له ايه بقى؟ هبتدي احط له ملح، فلفل اسود اهو، ومعلقه ملح، ماشي، مكعب مرقه، مكعب من المرقه، نزود اهو اللبن تاني. ممكن نحتاج ايه بقى؟ ميه. هو اوريدي اللبن هنا حلو، فهنحتاج بس شويه ميه مع البشاميل. ماشي ماشي اهو. اهو ابتدى يتقل. نحط ايه بقى هنا على اللحمه؟ نبتدي بقى نزود حاجات. هبتدي احط عصير العنب شويه اهو، بيديله تذكيره طبعا حلوه جدا جدا، واحنا اصلا حاطين الملح بطريقه كويسه فمش هنحس ان الحاجه مسكره. هبتدي احط الروزماري حبه هنا، والزعتر، ماشي، هبتدي احط معلقه صغيره جدا من السكر البني. طيب هنحط هنا بصل اخضر، ماشي، نحط برضو ايه معلقه صغيره من الكرفس. يبقى كده حطينا اللحمه المفرومه معاها بصل مفروم معاها ملح وفلفل اسود وقلبناها كويس، حطينا زعتر وروزماري، حطينا بصل اخضر ومعلقه كرفس، وحطينا عصير العنب. وبصوا اهي اللحمه بقت كلها لون واحد. هنحط رشه رشه من السكر، عايزين تشيلوها شيلوها، انا بقول لكم الطريقه اللي هما بيعملوها بيها. خلاص ونقلب، ماشي، ابتدي بقى اشيل ده واقلبه كده بس، والبس الجلافز عشان ابتدي بقى اشتغل في صينيه المسقعه. حطينا دقيق،
مع الزبده وشوحناهم كويس قوي لحد ما تشوحوا كويس جدا. حطينا لبن، حطينا شويه ميه مع مكعب مرقه عشان يديله نكهه حلوه كده. ما ننساش برضو الملح والفلفل تاني، ممكن نحط رشه جوزة الطيب، هما مش بيحطوها بس احنا عايزين نحطها نحطها. هنحط بقى دلوقتي معلقه صغيره من الزعتر والروزماري على البشاميل، وما اقولكوش بقى الريحه اللي انا شماها دلوقتي. نجيب الصينيه بقى كده ماشي، ونبتدي نحط ايه، نحط ده كده هنا، نحط اول حاجه هي البطاطس كده اهو كده. هقوم حاطه البتنجان كده، كده اهو. بس كده على اللحمه ابتدي بقى احط الطماطم المبشوره واقلب واسيبها شويه تتسبك، اسيبها كده تتسبك شويه. طيب اقوم حاطه كده بشاميل خفيف قوي، خفيف جدا يعني اهو. طيب هنحط بقى المشروم دلوقتي اهو اخر حاجه، نبتدي نحط المشروم. تحط المشروم مع الريحان وكده خلاص اللحمه بقت جاهزه ان انا احطها في صينيه المسقعه. ماشي، صينيه المسقعه اللذيذه جدا المختلفه عن المسقعه اللي احنا متعودين عليها اهو. انا رايي ان اللحمه في المسقعه ما تبقاش كتيره قوي، يعني تبقى طبقه اللحمه حلوه كده ما تبقاش كتيره عشان ما تبوظليش شكل الصينيه وشكل الخرطه لما المسقعه تبرد ونبتدي نقطعها اهي بالطريقه دي. ماشي، نجيب جبنه بارميجان ونبتدي نحطها كده عشان تمسكها شويه. خلاص الطبقة الأخيرة بقى هعملها ازاي؟ هحط هنا بتنجان وهنا بطاطس، خلاص، وهنا كمان بطاطس. بنحط دلوقتي البشاميل الخطير ده، طبقة رفيعة جدا من البشاميل، طبقة رفيعة جدا من البتنجان والبطاطس، طبقة رفيعة جدا من اللحمة، كلها طبقات رفيعة جدا، بس في الآخر هتدينا نتيجة حلوة جدا جدا جدا. بصوا على الجمال، فظيعة وشكلها بجد يفتح النفس، ما بتاخدش وقت خالص خالص في الفرن. ان شاء الله احنا نكون مسخنين الفرن كويس قوي لان كل حاجة مستوية هنا، كل حاجة مستوية. احنا عايزين ايه؟ عايزين نحمر بس البشاميل، هو ده اللي احنا عايزين. هنحط بقى الجبنة كده بالطريقة دي، لو عندنا جبنة شيدر احمر مع اصفر هتدينا ميكس حلو قوي.